تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل اليوم معنا، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، ومخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأيضا مخرجنا الأستاذ السعيد المر، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء، من خلال برنامج الصحة وسعادة أرحب بتواصلكم معنا ومشاركتكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض مستمعينا فقرات برنامجنا لهذا اليوم، نحب التنويه مستمعينا الأعزاء بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن والمقيمين فوق 60 سنة ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد-19 في دبي. ودائما نقول مستمعين الأعزاء بأن التطعيم أمان واطمئنان. وأيضا نذكركم بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا مثلثنا الذهبي. كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وأيضا حافظوا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، ولا تنسون غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض فقرات برنامجنا أو برامجنا المتنوعة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان الصداع بعد تناول الطعام، تعرف على الأسباب. بنتعرف أكثر على ليش الواحد يصدع بعد تناول الأطعمة أو الوجبات. هل تعاني من النسيان؟ أيضا موضوع جميل. هناك بعض الأطعمة اللي تنشط ذاكرتك وتساعد على اللي عندهم مشكلة في النسيان أو موضوع النسيان. اليوم ما عندنا فقرة السوشيال ميديا، فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم بنتحدث عن موضوع أيضا مهم، الحساسية الشديدة عند الأطفال، مع الدكتور ثائر أبو حمراء. ومصطلحنا الطبي لهذا اليوم اليرقان الرضاعة. وفقرة التغذية فوائد حليب اللوز، وآخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء فقرة عن صحة المرأة. هاي فقرات برنامجنا هذا اليوم، دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وخلنا ناخذ أول خبر، الصداع بعد تناول الطعام، تعرف على الأسباب والعلاج. يعاني كثيرون في بعض الأحيان صداعا شديدا وألما في الرأس بعد تناول الطعام، وهو الأمر الذي قد يستمر لساعات في بعض الأحيان. وحسب موقع ويبطب، فإن هناك العديد من الأسباب وراء الشعور بالصداع بعد الوجبات، أبرزها انخفاض مستوى السكر في الدم. وأوضح المصدر إن انخفاض السكر في الدم يتسبب غالبا في صداع نصفي، مضيفا أنه يحدث انخفاض مستوى السكر في الدم لسببين، هما عادات الطعام السيئة أو أسباب مرضية أخرى.
وفيما يتعلق بعادات الطعام السيئة فإن ذلك يعود إلى تناول أطعمة غنية بالسكريات وأيضا أعداد كبيرة من الوجبات في اليوم الواحد وأيضا الوجبات الغير منتظمة، فضلا عن تناول الأطعمة في أوقات غير منتظمة أو متأخرة بالليل. أما بما يخص الأسباب المرضية فإن انخفاض مستوى السكر يحدث أيضا نتيجة مرض السكري أو أورام في الجهاز الهضمي أو عدم انتظام مستوى الهرمونات في الجسم. وقد يحدث الصداع أيضا مستمعين الأعزاء بعد الأكل لأسباب أخرى مثل تناول الأطعمة والمشروبات الباردة أو الحساسية تجاه أنواع معينة من المأكولات. ولعلاج هذا الأمر ينصح الأطباء وأيضا خبراء التغذية بتغيير أنماط الطعام السيئة المذكورة أعلاه أو اللي تم ذكرها وزيارة الطبيب في حال كان الأمر متعلقا بأسباب مرضية أخرى. ناخذ خبرنا الثاني لهذا اليوم أيضا تحت عنوان هل تعاني من النسيان؟ وأيضا هناك مستمعين الأعزاء أطعمة بتساعد في هذا الموضوع. النسيان مشكلة تواجه جميع الأعمار وليس فقط كبار السن، حيث يعاني البعض من صعوبة في تذكر أيضا الأسماء الأشخاص والتواريخ أحداث معينة وأماكن الأشياء وغيرها كثير من الأمور. إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أغذية معينة يعتبر مغذية للمخ ومنشطة للذهن وأيضا قد تساعد على تحسين وظائف الجسم بشكل عام وتقاوم مشكلة النسيان بشكل خاص. ومن تلك الأطعمة مستمعين الأعزاء التي أو يعني تعتبر من الأطعمة الذهبية لتنشيط الذاكرة ومحاربة النسيان، أولا البيض، يعتبر البيض مصدرا غنيا بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الدماغ وأيضا وهي النواقل العصبية التي تعمل على تنظيم المزاج وتنشيط الذاكرة، ويتركز الكولين بشكل أساسي في صفار البيض بشكل كبير. الخضروات أيضا ينصح الخبراء بتناول كميات كبيرة من الخضروات خاصة ذات اللون الأخضر والتي تساعد في تقليل خطر تضرر الدماغ وتراجع الذاكرة، مثل البروكلي والكرنب والفلفل الرومي والسبانخ، حيث إنها مفيدة جدا للذاكرة، وهو أحد أيضا المضادات الأكسدة ويساعد في تقليل القصور. وفقد أثبتت دراسات أجريت في عام 2016 على أن اللوز يعمل أيضا على تنشيط الذاكرة بشكل ملحوظ، ولذا وبدأ من اليوم فلنحاول أن نقاوم آفة العصر وهي النسيان عن طريق تعديل أنظمتنا الغذائية اليومية لتنشيط الدماغ. فهاي مستمعين الأعزاء فقرات يعني فقرة الأخبار، ومثل ما ذكرنا بأن دائما الأغذية الصحية المتوازنة تساعد بشكل كبير في المحافظة على صحة الإنسان. قبل لا ناخذ فقرتنا الثانية اللي هي فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، نحب نذكركم مستمعينا الأعزاء بالخطوات للحصول على تطعيم فايزر بايونتك في إمارة دبي، ونستعرض معاكم رحلة المتعامل لأخذ اللقاح. رقم واحد، التسجيل للحصول على موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA أو الرقم الموحد لهيئة الصحة بدبي 80342. رقم اثنين، ستصلك رسالة نصية بالتوجيهات والنصائح في حال استيفاء المعايير. رقم ثلاثة، تأكد من قراءتك للنموذج والإقرار أيضا بالموافقة. رابعا، عند وصولك سيقوم المركز بفحص العلامات الحيوية لك. وخامسا، أخذ اللقاح الجرعة الأولى. وسادسا، الانتظار لمدة 20 دقيقة بعد تلقي اللقاح. وأخيرا، ستصلك رسالة نصية قصيرة بشهادة التطعيم وموعد الجرعة الثانية بعد 15 دقيقة من انتهاء رحلة أخذ اللقاح والجرعة الثانية بعد 21 يوم.
مستمعين الأعزاء بناخذ وياكم فاصل، وبعد الفاصل فقرتنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم تحت عنوان الحساسية الشديدة عند الأطفال، وبيكون معانا اليوم الدكتور ثائر أبو حمراء استشاري الأطفال، وبنتحدث معاه عن الحساسية عند الأطفال وأسباب الحساسية وكيف يعني يتم علاج الطفل اللي عنده الحساسية الشديدة. خلكم معنا مستمعين الأعزاء، دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب دائما مستمعين الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أن نأخذ فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي، نحب أيضا مستمعين الأعزاء نوه بأن دبي بدأت حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد كوفيد 19 باستخدام لقاح فايزر بايونتك، ويعتبر كل من كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 سنة أيضا ومن لديهم الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والعاملين في خط الدفاع الأول والمهن الحيوية هم الفئات ذات الأولوية للتطعيم ضد كوفيد 19 في دبي. ودائما نقول بأن التطعيم أمان واطمئنان. ناخذ فقرتنا فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم مستمعين الأعزاء تحت عنوان الحساسية الشديدة لدى الأطفال، وبيكون معانا اليوم أو يشرفنا يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور ثائر أبو حمراء استشاري أطفال في مستشفى لطيفة. دكتور ثائر، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك بالخير، يسعد أوقاتك، كل عام بخير. وانت بخير دكتور ثائر. طبعا دكتور، الحساسية تختلف عند الأطفال، ونلاحظ خلال الفترة هاي يعني زيادة هاي الحالات عند الأطفال وبمستويات أيضا مختلفة. لو تحدثنا دكتور عن الحساسية الشديدة لدى الأطفال. طبعا في احنا رح نحكي عن الحساسية الشديدة أو الحساسية المفرطة اللي بسموها الأنافيلاكسيس أو التأق. هاي الحساسية هي بتكون رد فعل لجسم الطفل أو جسم الإنسان. هذا الرد بيكون شديد عادة وسريع، وبيتم لما بيدخل هالرد هذا بصير لما بيدخل المادة المحسسة لجسمه. هاي المادة تدخل عن طريق الفم أو عن طريق الجلد أو عن طريق الدم. شو معنى رد فعل شديد وقوي وسريع؟ معناته أنه الأعراض بتكون يعني مو أعراض التحسس اللي بنشوفها بالعادي، بتكون أعراض شديدة شوي وسريع، يعني بتصير بعد ما يتناول المادة خلال مثلاً 5 دقائق ل30 دقيقة بتصير هالأعراض كلها هاي اللي هي الحساسية المفرطة. صحيح. وأيضاً دكتور أكيد يعني هناك أسباب، لو نتحدث عن أسباب هذه الحساسية. طبعاً معظم لها أسباب كثيرة، بس معظم أسباب الحساسية المفرطة هي على طريق أسباب هي تتعلق بالطعام، وعلى قائمة الطعام هي المكسرات النات. طبعا في انواع من الطعام كثيره، المشهوره هي الشوكولات والبيض والسمك والحليب، وبعض الفواكه اللي اشهرها هي الفراوله والموز. طبعا ممكن يتحسس من اي طعام، بس نحن هذول الاكثر الاكلات اللي معروفه انها بتعمل تحسس بنسبه كبيره. اما ممكن اي طعام هو بقرر الطفل او الاهل بيعرفوا انه اخذ هالماده هاي بعد عده دقائق او نص ساعه صار معه هالشيء، هذا معناته هي الماده هاي ولو أنه كانت مو مألوفة غالبا هي المادة المحسسة. السبب الثاني هي غالبا عضاء لسعات الحشرات. صحيح. خاصة البعوض أو النحل تعمل على الحساسية المفرطة. وفي أدوية معينة مثل أكثر شيء البنسلينات، وفي أدوية مثل الأسبرين، إضافة ممكن التحسس يصير بدون سبب مجهول السبب هذا بنسميه. وفي بعض الأسباب مثل اللي بيلبس قفازات طبية أو بعض الأصبغة اللي بتكون موجودة على الجلد، حتى الطفل لأول مرة وصار عنده هالشيء هذا بتكون من الأصبغة اللي حطها على الجلد. بس أكثر أسباب هي أسباب الطعام.
صحيح دكتور. عندنا بس مداخلة على SMS من أحد المستمعين يقول هل يعني في حالة إذا تعرض الطفل للحساسية هل يعني يحتاج أخذ الطفل إلى المستشفى مباشرة أو إذا يعني كان هناك بعض الإجراءات يمكن عملها في البيت؟ والله في مثل ما عم نحكي نحن موضوعنا الحساسية المفرطة. صحيح. أحيانا في طفل بيتحسس بس مجرد انه طلع له طفح جلدي على الجلد بدون اعراض الحساسيه المفرطه. اعراض الحساسيه المفرطه لازم يعني يعرفوها الناس انه هذا الطفل مثلا نفرض اكل بيض او اكل شوكليت وبعدين خلال دقيقه خمس دقائق صار عنده تورم بالاشفان شفاه وطفح جلدي بكل جسمه او ببقعه من جسمه وصار عنده واحد من الاعراض التالي غير الجلد. هذا اللي بنسميه الحساسيه المفرطه. مثلا صار عنده غير الجلد اللي عم نحكي عنه التورم بالشفاه صار عنده تسرع بالنفس صار عنده ضيق نفس او سمعت صوت ازيز بالصدر او انه الطفل صار عنده صرير بالحنجره او انه الطفل شحب وتسرع قلبه او صار عنده هيك ما عاد في وقف على رجليه بسموها نواب غشي او انه صار عنده الم بطن صار عنده اقياءات ساعتها هاي دغري لازم تحكي مع الاسعاف وفي حتى انه بالنسبة للتدبير المنزلي فينا نحكي عليه يعني بأنه لازم إذا مش رايح على المشفى ولا مرة لازم مباشرة تتصل بالإسعاف بها الحالة هاي وتروح على المشفى لأنه التدبير لاحقا بيعتمد على دواء لازم يكون موجود عندها بالبيت. صحيح دكتور. أيضا عندنا استفسار من أحد الأخوة بخصوص موضوع يعني يقول أنا عندي طفل وطفلي يعني دائما يكون عنده حساسية وكل مرة لشيء معين يعني يقول طلب الطبيب أنه يسوي له فحص الدم لمعرفة أنواع الحساسية. فالملخص السؤال دكتور أنه يقول كل فترة يبين عند الطفل أنه عنده حساسية من نوع معين من الأكل فيقول كيف يتم يعني التصرف في هالحالة لأن يكون الطفل عنده حساسية من أكثر من شيء. طبعا لازم انه يكون على مراجعة على عيادة الحساسية في مستويات للتحسس مستوى خفيف متوسط او شديد على حسب نسبة يعني الطبيب العيادي بيخبره انه هاي المادة مثلا بتحسسه بنسبة كبيرة كتير هاي المادة او هاي المادة بتحسسه بنسبة خفيفة فممكن المادة اللي بتحسسه بنسبة خفيفة ما يظهر عليه اعراض التحسس الا اذا اخذ بكميات كبيرة. لهيك لازم يكون على صلة مع العيادي وممكن احيانا حتى في مواد ما يتحسس منها ويصير يتحسس منها لاحقا او ممكن حتى انه يكون اخذ كمية انه والله مثلا اكل بيض المره الماضيه وما تحسس. صحيح. بس المره هاي ممكن يكون اكل كميه محسسه بنسبه كبيره. صحيح. او انه مشارك مواد يعني مثلا اكل اكثر من ماده محسسه بنفس الوقت فظهر عنده تحسس. لهيك هذا الطفل لازم يكون على مراجعه تامه بعياده التحسس مشان يتم شرح له بكل هالمواضيع هاي. واهم شيء اهم شيء يكون على صله انه شو الفرق بين الحساسيه العاديه والحساسيه المفرطه اللي هو موضوعنا. صحيح. الحساسيه المفرطه حاله شديده ولازم يراجع المستشفى فيها لانها ممكن تكون خطيره على الطفل بحد ذاته. صحيح. اما الحساسيه العاديه اللي هي بس انه والله طلع له طفح جلدي وكذا ممكن يصير في تدبير بالمنزل وما يخاف منها الاهل. نعم دكتور. في آخر ثلاث دقائق حابين أيضا نتعرف على الخدمات المقدمة في مستشفى لطيفة بهيئة صحة بدبي الخاصة بعلاج هذا النوع من الحساسية المفرطة. نحن لما طبعا الطفل بيجي لعنا بأعراض الحساسية المفرطة مباشرة بيتم استقباله قسم الطوارئ من قبل فريق الطوارئ ونحطه بغرفة ناخذ له دقات القلب والضغط الدموي والحرارة وحركات التنفس ومنتأكد انه الولد لا زال مستقر. مباشره عاد اذا عنده تسرع بالنفس نعطيه اكسجين عن طريق قناع الاكسجين. اذا كان عنده ضغطه منخفض او انه حتى اذا كان عنده تسرع بالقلب لانه بحالات الحساسيه المفرطه نتيجه الطفح الشديد بصير في توسع بالاوعيه الدمويه بصير في خساره للسوائل. لهيك بنحط له ابره بايده وبنعطيه سوائل بالوريد مشان ما ينخفض ضغطه وممكن مباشره نعطيه المضادات الهستامين والكورتيزينات بالوريد. طبعا اول شيء لما بيجي الطفل على المستشفى وبكون اول مره لانه احيانا بيكون طفل اخذ حقن الادرينالين بالبيت فنحن مباشره اول ما قبل ما نعلق له اي وريد او قبل ما نعمل اي شيء نعطيه في ابره بالعضل او بسموه قلم الادرينالين. هاي الابره رقم تعتبر الخط الاول بعلاج المرض هذا. مباشره نعطيها بالعضل قبل حتى ما نعمل اي شيء
بعدين بنحط الطفل المفتاح الوريد، لأنه البقية ممكن نأخر فيهم شوية صغير. ومباشرة بعد ما يستقر حالة الطفل بنحطه بناخذه على غرفة اسمها الإقامة المؤقتة، بنراقبه لمدة 4 إلى 6 ساعات لبين ما تزول، لأنه ممكن تحتاج عدة ساعات لتذهب هذه الحالة. وبعدين ما بنخرج الطفل إلا بعد إجراء تثقيف كامل لهالموضوع هذا، وبعثه لعيادة التحسس لنعرف إذا ما عرفنا المادة المحسسة مشان يتم إجراء بعض الاختبارات لنعرف شو من شو تحسس الطفل. وبنبعث معه قلم الأدرينالين، الدواء هذا اللي أعطيناه إياه نحن بالمستشفى، كمان نبعثه معه ونعطيه وحدة على البيت، ومنعلمه على علم الأهل كيف يعطوا الطفل بحال صار عنده نفس الأعراض هاي. وإذا كان الطفل حتى بالمدرسة بيتم صرف يعني قلمين للطفل، إبرتين، إبرة بيحطها بالبيت وإبرة بيعطيها للمدرسة مشان ممرضة المدرسة تعطيها إذا صار عنده أعراض بالمدرسة. صحيح. هيك بيتم التعامل مع هاي الحالة بالمستشفى. نعم. دكتور ثائر أبو حمرة، استشاري أطفال مستشفى لطيفة، شكرا دكتور لك الحقيقة، وشكرا لخدماتكم المميزة بمستشفى لطيفة لعلاج الحساسية المفرطة لدى الأطفال، كل الشكر والتقدير. الله يعطيكم العافية، شكرا لكم. شكرا لك. مستمعين الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل فقرة التغذية اليوم تحت عنوان فوائد حليب اللوز مع الأستاذة سامية خالد أخصائي تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب دائما مستمعين الأعزاء بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006، وناخذ موضوع التغذية وفقرة التغذية لهذا اليوم تحت عنوان فوائد حليب اللوز مع الأستاذة سامية خالد أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. الأستاذة سامية صباح الخير. صباح النور والسرور، أهلاً أخي. الله يحييك أستاذة سامية. هل يعتبر حليب اللوز يعني بديل، حليب بديل ولا لا؟ نعم، اخترنا نتكلم اليوم عن حليب اللوز لأن العديد من الأشخاص لديهم حساسية أو عدم تحمل الحليب البقري العادي. صحيح. الحمد لله في عنا بديل موجود الحمد لله وبكثرة في الأسواق، حليب اللوز حتى الأشخاص النباتيين، في أشخاص يعني بيقوموا بحميات غذائية تعتمد بس على المنتجات النباتية، فيعتبر حليب اللوز اختيار مهم جدا. وبالإضافة إلى ذلك يقدم فوائد عديدة جدا يمكن العديد منا إحنا مش مركزين عليها أو نجهلها. فبعض هاي الفوائد اللي بيقدمها حليب اللوز، كونه من مصدر نباتي فهو مفيد لمرضى السكري جدا. يعني نعرف أنه الحليب العادي فيه نسبة كربوهيدرات محددة، فبالتالي تناوله بكميات كبيرة ممكن يرفع مستوى السكر في الدم، لكن حليب اللوز كونه مستخلص من اللوز وهو مادة فيها من المكسرات تركيبة البروتين فيها أعلى من الكربوهيدرات، فهو يعتبر كمان خيار أو بديل غذائي مهم جدا للأشخاص اللي عندهم سكري. من الأشياء المهمة أيضا في حليب اللوز غناء بفيتامين ها وفيتامين إي، وهو مهم في طبعا خصائص جمالية للأشخاص اللي مهتمين بالمظهر الجمالي أو الأشخاص اللي مهتمين بالناحية التجميلية، فهو غني بهذه الفيتامينات. صحيح. أيضا منخفض بالسعرات الحرارية، بنعرف أن الحليب من مصادر حيوانية السعرات الحرارية تقريبا بالكوب الواحد 150 سعر حراري، وإذا كان كامل الدسم كمان السعرات الحرارية تكون أعلى، لكن حليب اللوز الكوب الواحد لا يتعدى 50 سعر حراري، ففي الأشخاص كمان اللي حابين يخففوا وزنهم وبنفس الوقت يأخذ الفوائد الغذائية اللي في الحليب ممكن يستبدل الحليب من مصادر حيوانية أو الحليب البقري بحليب اللوز سبب انخفاضه بالسعرات الحرارية. بس أستاذ سامي عندي سؤال، يعني هل يعني الشخص ممكن أن يعني يمتنع عن شرب الحليب الطبيعي ويأخذ البدائل؟ يعني أنا بعطيك مثال، أنا ما أشرب الحليب العادي، دائما أشرب حليب الصويا، فهل هناك بعض المكونات اللي أنا ممكن ما أحصلها في حليب البدائل وموجودة في الحليب الطبيعي؟
الحمد لله الشركات ركزت على هذا الجانب، يعني حتى مثلا نسبة الكالسيوم أصلا في اللوز يعني لا تعتبر عالية جدا مقارنة بحليب الحليب البقري. صحيح. لكن الشركات دعمت الحليب اللي من منتجات نباتية بكمية عالية من الكالسيوم، فقد تضاهي أو تساوي الحليب من المصادر الأخرى، فهو يعتبر يعني بديل رائع جدا. يعني ممكن الشخص اللي عنده أي مشكلة في نوع من الحليب يأخذ حليب اللوز. نعم، شو رأيك في حليب الصويا؟ حليب الصويا رائع جدا كمان وبديل غذائي مهم جدا، إن شاء الله رح نتكلم عنه في فقرات قادمة، وهو أيضا لا يعني لا يقل أهمية عن حليب اللوز. نعم، يعني الأشخاص اللي عندهم حساسية من الحليب أو محابين حليب فيه سعرات حرارية أقل، نسبة الكربوهيدرات فيه أقل، نسبة الفيتامينات فيه أقل أعلى، فحليب الصويا وحليب اللوز، عندنا حليب الأرز كمان، حليب العيش، إن شاء الله هذيل بنخصص لهم فقرات، كلهم بدائل رائعة جدا ومهمة لو كان أي شخص يعاني من الحليب العادي. جميل، وأيضا أستاذة سامية الجميل البدائل هاي، لأن الواحد ممكن أنه يعني يستغل هذا الجانب، وأنت تفضلتي اللي عندهم مشاكل في الحساسية فمن الحليب بإمكانه أنه يعني يأخذ البدائل اللي هو حليب اللوز أو حليب الصويا أو الحليب الحبوب أو الأشياء الأخرى. وبالأخص أنت أيضا ذكرتي أستاذة سامية اللي مصابين بداء السكري، في بعض الأوقات يعني قرر الشخص يقول والله أنا ما بأخذ حليب العادي لأن فيه نسبة كربوهيدرات أو في حتى يعني ممكن يكون سكر، فدائما البدائل موجودة. نعم، وهذا الصراحة ملاحظتك جدا جدا مهمة، لأنه إحنا مثلا عندنا الأطفال يعني الأم تقول مثلا أعطيته يحصه من الحليب مثلا في وجبة الإفطار، لكن الطفل يرجع يطلب حليب، مثلا الطفل عنده سكري يرجع يطلب حليب مثلا في فترة العصر أو في فترة الليل، أنا إذا أعطيته بيرتفع السكري، فأقولها في كل سهولة ممكن يتناول حليب اللوز، ما في نسبة كربوهيدرات عالية وبالتالي ما رح يأثر على سكر الدم، وطعمه قريب جدا من طعم الحليب العادي. صحيح أستاذة سامية، شكرا لك، وشكرا أيضا لهاي النصائح والمعلومات المهمة بخصوص موضوع حليب اللوز، أخصائية تغذية علاجية بهيئة الصحة بدبي. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة سامية بأن هناك دائما توجد بدائل، ودائما يعني التوازن في البدائل هاي أو في التغذية مهمة لصحة الإنسان وبالأخص المصابين ببعض الأمراض المزمنة، ولكن دائما لابد أن الشخص يكون عنده وعي وعنده يكون ثقافة بأن يختار الأكل المناسب لجسمه أو لصحته. ننتقل مستمعين الأعزاء من فقرة التغذية إلى فقرة صحة المرأة. اليوم معنا الدكتورة إيمان سعيد مبارك، أخصائية نساء وتوليد في مستشفى لطيفة بدبي. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح النور والسرور، أهلا. الله يحييك دكتورة. اليوم نحن حديثنا معك تحت عنوان سلس البول عند النساء، ويعتبر يعني أو يؤثر ذلك في حياة المرأة أو الجانب الشخصي أو الحياة الشخصية، وقد يكون في بعض الأحيان أيضا الجانب الاجتماعي، طبعا تأثيره في العلاقات العملية والاجتماعية. الموضوع هذا طبعا أكيد دكتورة يخص الرجال في بعض الأحيان وأيضا يخص النساء، ولكن نحن اليوم موضوعنا أو حديثنا معك عن صحة المرأة، لو تحدثينا دكتورة في البداية عن نبذة عن سلس البول عند النساء. أوكي. طبعا مثل ما قلت أخوي، سلس البول هو مشكلة شائعة جدا عند النساء، ومع الأسف في وايد حريم يعانون بصمت، يستحون يتكلمون في الموضوع، ما يفتحون الموضوع مع حتى مع الدكتور، يمكن هذا الشيء يمنعها حتى تطلع من البيت. صحيح. أول شيء أشوفه سلس البول. نعم، ويمكن أيضا دكتورة، نعم عفوا دكتورة للمقاطعة، يمكن أيضا يعني المشكلة اللي تحدثت فيها الخجل وعدم الذهاب إلى الدكتور لي يعني التشخيص والعلاج، ممكن أن أيضا تكون المشكلة في المستقبل يعني فيها أعراض، وممكن تكون مشكلة أكبر يعني من إذا تم. صحيح. يعني عرضها على الطبيب وعلاجه. نعم، ممكن المشكلة تزيد مع العمر، وللأسف بعد في فكرة خاطئة حتى موجودة عند بعض الأطباء أن هذه مشكلة، هذا شيء طبيعي مع التقدم في العمر.
وهذا هاي مفهوم خاطئ، لأن الحالة هذه لها علاج، وأحيانا العلاج بسيط جدا. صحيح. أوكي، أول شيء نتكلم عن وظيفة المثانة. المثانة هي عضو موجود في داخل الحوض، عنده وظيفتين رئيسيتين. الوظيفة الأولى هي مثل وظيفة خزان، يخزن البول اللي تفرزه الكلى. الكلى تفرز البول، وهو عبارة عن سوائل زيادة مع سموم أو فضلات الجسم ما يحتاجها ويتم التخلص منها. بعد ما الكلى تفرز البول يتم تخزينها داخل المثانة اللي هي الخزان. أول ما ينترس الخزان، المثانة تقوم ترسل إشارات عصبية للدماغ تخبر الشخص أنه خلاص الحين الخزان فل ولازم نفضيه. الشخص اللي ما عنده مشكلة يروح في الوقت المناسب والمكان المناسب يتحكم بعضلات الحوض عشان يفرغ المثانة. بالنسبة لمشكلة سلس البول، يصير عندهم ضعف في التحكم في عضلات الحوض، أو ضعف في التحكم في عضلة المثانة نفسها. في أكثر من نوع من سلس البول، بس أكثر الأنواع الشائعة عند الحريم عندنا نوع اسمه سلس البول الإجهادي. وفي هالحالة الحرمة دائما تشتكي وتقول يا دكتورة أنا والله يتسرب عندي بعض البول أثناء الأكتيفيتي أو أي نشاط أسويه، إذا كحت، إذا عصت، أحيانا مع تغيير الوضعية، أحيانا حتى أثناء السجود أو الركوع في الصلاة، وهذا يسبب حرج كبير. صحيح. والنوع الثاني من سلس البول نقدر نسميه سلس البول الحاحي، وهني في تحس المرأة بحاجة ملحة لأنها تروح الحمام وما تقدر توصل يعني تقول يا دكتورة أنا أحس أن بسير الحمام لازم أسير الحين، ما ألحق أوصل الحمام إلا تسرب البول. أوكي، مثل ما قلنا العلاج أحيانا جدا يعني مرات كبيرة، خصوصا إذا بدينا ندارك الموضوع من بدايته، العلاج يكون بسيط، عبارة عن تمارين بسيطة لتقوية عضلات الحوض. ممكن نستخدم نوع من أنواع العلاج الطبيعي مثل تنشيط لعضلة المثانة. نعم. في حبوب يعني دواء تأخذ عن طريق الفم يقلل هذا الإلحاح للتبول. وأحيانا إذا كانت المشكلة صارت متقدمة وصعب السيطرة عليها بالعلاج الطبيعي وبالتغيير نمط الحياة، ممكن نلجأ إلى بعض أنواع العمليات. صحيح. حتى العمليات عمليات بسيطة. نعم دكتورة. أيضا دكتورة إيمان، في بعض الأمراض مثل ما نعرف أن لها أسباب، وقد تكون يعني أسباب وراثية، أو بعض الأمراض المزمنة ممكن تأتي بسبب يعني نمط الحياة أو يعني نمط حياة غير صحي. هل يعتبر موضوع سلس البول ممكن أن يصاب الإنسان بسبب يعني وراثي أو نمط الحياة؟ وإذا كانت ما هي الأسباب اللي تؤدي إلى هذا النوع من المرض دكتورة؟ والأسباب ما نقدر نقول فيه سبب، في نقدر نقول عوامل خطورة. نعم. عوامل خطورة تزيد فرصة أن هذا الشخص يصير عنده وهالشخص ما يصير عنده. فمن عوامل الخطورة عندنا الوراثة طبعا. نعم. التقدم في السن، دائما نشوف المشكلة تزيد مع العمر لأن نوع الأنسجة يتغير مع السن. المشكلة تزيد بعد سن اليأس أو بعد انقطاع الدورة الشهرية عند الحريم. أحيانا كثرة الحمل والولادات، كل ما زادت عدد الولادات ممكن المشكلة تزيد. زيادة الوزن أيضا عامل مهم. التدخين ممكن يزيد المشكلة. مرض السكري إذا كان متحكم فيه بطريقة صحيحة أو 100% ممكن يزيد هذه المشكلة. وأحيانا في شيء نسميه هبوط في أعضاء الحوض، هبوط في المثانة أو هبوط في الرحم ممكن يزيد المشكلة. صحيح. فأكيد يعني دكتورة هناك أسباب، وأنت مثل ما ذكرتي وتفضلتي في البداية أن لابد أن يعني إذا المرأة حست بهاي الأشياء أو هاي الأعراض يفضل أنها يعني ترجع إلى الطبيب الأخصائي، حيث على أساس أنه يتم يعني تشخيص الحالة. اليوم أن لا تعانون بصمت، في علاج والعلاج بسيط ومتوفر. إذا كنت تشتكين من هالمشكلة بليز روحوا لأقرب مركز صحي واطلبوا تحويل لعيادة المسالك البولية النسائية في أقرب مستشفى حقكم. صحيح. دكتورة موجودين عشان نساعدكم. نعم دكتورة، هل هو شائع أكثر عند النساء؟ هو شائع عند النساء أكثر بسبب مثل ما قلنا الحمل والولادة. نعم. بس موجود عند الرجال يعني. مو بس عند الحريم. صحيح.
يمكن الرجال يقولون هذا مو مشكلتنا نحن، بس عند الحريم. لا لا طبعا يصير عند الرجال خصوصا بعد مع التقدم في العمر. صحيح. دكتورة عندنا آخر يمكن دقيقتين لو تحبين تعطين نصائح بخصوص هذا الموضوع. النصائح عشان الوحدة تتجنب أن يصير عندها، أول شيء المحافظة على وزن صحيح، وزن صحي، لأن السمنة مثل ما قلنا تزيد هذه المشكلة. الابتعاد عن التدخين، ممكن تقليل السوائل، أو يعني تقليل السوائل بعد وقت معين في الليل، تقليل السوائل اللي تهيج المثانة مثل الكميات الكبيرة من الكافيين. بعض الأكلات ممكن تهيج المثانة مثل الأكل السبايسي والأكل الحامض والتدخين. صحيح. دكتورة إيمان سعيد مبارك، أخصائية نساء وتوليد في مستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك دكتورة، وشكرا للخدمات المميزة الحقيقة اللي تقدمونها لهاي الأمراض المزمنة لفئة النساء وفقرة صحة المرأة. شكرا لك دكتورة. العفو، أهلا. شكرا. التطعيم أمان واطمئنان. مراكز معتمدة لتطعيم فايزر بايونتك في دبي، مركز زعبيل للرعاية الصحية، مركز المزهر للرعاية الصحية، مركز ند الحمر للرعاية الصحية، مركز البرشة للرعاية الصحية، مركز فحص اللياقة الطبية في أبتاون مردف، مركز الصفا الصحي، ومستشفى حتى. التطعيم أمان واطمئنان. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، بخصوص موضوع حجز المواعيد للتطعيم المجاني ضد كوفيد-19 للفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فايزر بايونتك في إمارة دبي عن طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي DHA أو من خلال مركز الاتصال الموحد في هيئة الصحة بدبي على الرقم المجاني 803-42، ودائما التطعيم أمان واطمئنان. مستمعين، وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم وحلقتنا لهذا اليوم، أتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم معلومات ومادة علمية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم في الإعداد، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الاختصار الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأيضا مخرجنا الأستاذ سعيد المر. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.